ساب عروسته وقعد يراب في الفرح وما كانش عاوز يعمل الفيرست لوك، مركب اكستنشن في شعره وشكله غريب، ودخلوا فرحهم لابسين نظارات والناس مستغربين من اللي عمله. لقطات من حفل زفاف مغني الراب عفروتو وعروسته روما، ازاي بيحسدوا العروسة على عرسها، واللي ناس قالت عليها شبه بوسي، وناس قالت دي مرات عصام صاصة الكروان. هل عفروتو كان شغال قهوجي قبل ما ربنا يفتح عليه؟ خليكم معايا في الفيديو ده وهقول لكم تفاصيل الحكاية. المصور أنتيكا ما سابش لقطة في الفرح إلا وجابها، لدرجة إنه حاول يقنع عفروتو يعمل الفيرست لوك علشان يبقى في حالة رومانسية مع عروسته، وبيقول له لو أنت مبسوط من عروستك 1% وعجبك اللوك قول لها كلام يحسسها إنك مبسوط منها 100%. يعني من الآخر هو راجل خبرة ومتجوز وقعد يديه في نصايح علشان العروسة تبقى مبسوطة والليلة تعدي. عفروتو وعروسته روما دخلوا الفرح وهم لابسين نظارة سودا وما كانوش شايفين الناس خالص. المهم عفروتو ما كانش عارف ينسى الغنى في الشوية اللي هيفرح فيهم دول، وقعد يراب في الفرح لدرجة ان العروسة حاولت تتفاعل معاه ومعرفتش، وكانت هتقع بسبب ان الفستان طويل عليها. ودخل واحد كبير معاهم وقعد يراب زيه وشكله كده ابو العروسة. العريس كان مركب اكستنشن في الفرح وشعره بقى بين الاسود والابيض، ومحدش لاقي تفسير عمل كده ليه، بس الكل اتفق على انه محبوب بشكله وكاريزمته، لدرجة انهم كانوا بيحسدوا العروسة روما عليه. عفروتو وقف يعمل الفيرست لوك وكان مبسوط بعروسته، وبسبب فرحته بيها الناس قالوا عليهم دول احلى كابل موجودين دلوقتي. العروسة كانت زي القمر وفستانها وطرحتها حلوين، وفي اللي قال عليها دي شبه المطربة بوسي ويا بخته بيها، بس برضه في ناس شافت ان جسمها وشكلها زي جهاد احمد مرات عصام صاصة الكروان، لدرجة انهم قالوا للعريس ايه عفروتو انت ما لقيتش غير ام كيان وتتجوزها؟ عفروتو ليه ماضي قديم، وفي اللي قال عليه انه كان شغال قهوجي قبل الشغل، بس الكلام ده محدش يعرف حقيقته فين. بس عفروتو ليه شهرة كبيرة وشعبية بين الجمهور ومحبوب جدا، واسمه الحقيقي احمد محمد. اتولد يوم 7 فبراير سنة 1997 في اسكندرية، وكان مهتم بالراب اواخر سنة 2015، وبالفعل بدأ ينشر شغله سنة 2016، وده بعد ما خلص دراسته في كلية الحقوق في جامعة الاسكندرية. مغني الراب عفروتو حكى السبب اللي خلاه بقى اسمه عفروتو، واللي حقق له شهرة وقدر يكون ليه جمهور بين الجيل الحالي، وناس كتير بقوا عارفينه، وبيقولوا انه اتسمى كده لما كان في ابتدائي علشان كان شقي، وكان في لعيب كوره اسمه مصطفى عفروتو، كان لعيب في الاهلي وقتها، وعلشان كان بيلعب كوره سموه عفروتو على اسمه، لكن ده ملوش علاقه بالغنى خالص.